Okay. Show this one. Better. Okay. This is yeah, I need to show this. Yes. Okay. Okay. السلام عليكم أعزائي المشاهدين متابعي بيج وزارة النقل العراقية. الآن لدي لقاء مع مدير مشروع ميناء الفاو لمدير شركة الكورية مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير وأيضا المهندس أسعد وهو المشرف العراقي على المشروع ممثل وزارة النقل وبحضور معالي وزير النقل الكابتن الطيار ناصر حسين بندر الشبلي. راح نسوي حوار حاليا وببث مباشر بكل مصداقية وحقائق ومباشرة مع الشركة دايو الكورية حتى نوضح ما تم اللبس بالمعلومات التي تداولت في وسائل التواصل الاجتماعي حول أن العمق سيكون 14 متر مو 19 متر وبالتالي هناك ممكن صور يعني ممكن أن هناك تشكك في نزاهة المنفذين للمشروع أو القائمين على هذا الميناء. مرحبا ممكن أن تحدثنا عن المشروع وهل هناك أي تغييرات في بنود العقد وما هي صحة أن العمق كان 19 مترا في العقد وقد أصبح 14 متر؟ ممكن أترجم له الترجم له وبعدين أنا رجع. Okay, Mr. Park, he asking about the now the rumors and the social media that talk about the that we have changed the design especially for the dredging depth. Instead of 14 meters, we use now 14 meters instead of minus 19. Please answer this question and explain to the people all this. According to our design, so you can see that this is our the keyword. In front of a keyword, our design is 19 meter, 19. So we will just follow the our design, 19 meter. حسب التصميم انه الارصفه هي اعماقها ناقص 19 متر واحنا نتبع هذه التصاميم وجاي نشتغل عليها. It means that our portal is the total 19 meter. That is our the final design. يعني هذا يعني انه الميناء مالنا راح تكون اعماقها ناقص 19 متر، هذا تصميمنا النهائي. نعم. وطبعا يعني احنا كمهندسين يعني تصير يعني عباره عن بصوره تدريجيه. اي نعم. انه نعم تظلوا أكيد تحفرون أكيد الاعماق أكيد لحين أكيد وصول ال 19 متر. اكيد هذا تصميم معتمد من قبل استشاري ايطالي، يعني احنا ما نتجرأ انه نغير بهذا التصميم لان هذه عمليه مو سهله، يعني احنا جاي نعم نشتغل مع اعمال عمرها تصميم 100 سنه. نعم. ما نغيرها بهالشيء بالبساطه، مستحيل. نعم. نعم. هل لديكم شيء تضيفون؟ Alpha Grand Porter. نعم تمام. The keyword is minus 19. It means that this portal will be the depth is 19. That is correct. يعني هو يأكد يقول الميناء هو الأرصفة مالته 19 معناها الأعماق 19. يعني هذا يعني مثبت وما حد يقدر يغير يعني. الميناء هذا حجمه كبير. خلي يكون واضح عند الناس أنه ما يتنفذ مرحلة واحدة. أعمال كثيرة احنا جايين نبدأ بها على مراحل. لانه حسب الحاجه، يعني احنا مثلا هسه كمثال احنا هسه بلشنا بخمس ارصفه. قد راح تطول هاي الخمس ارصفه وتكمل؟ حسب البرنامج ثلاث سنوات، يعني 36 شهر حسب نعم البرنامج ثلاث سنوات ان شاء الله تنجز هذه الارصفه. وهذا نعم طبعا هسه حاليا نعم خلي نشوف السيد معالي الوزير. معالي الوزير، هل هناك نيه في التسريع حول زمن تنفيذ هذه الخمسه ارصفه؟ احنا الان في تفاوض مع الشركه الكوريه. نعم. وان شاء الله احنا والمختصين من الموانئ سواء كان الوكيل الوزير او المدير العام او المنفذ او المسؤول عن المشروع طبعا بالتاكيد راح ياخذون بنظر الاعتبار العمل وصعوبه العمل والظروف اللي تحيط بانشاء ميناء الفاو، بس بالتالي احنا راح نضغط على الشركة الكورية انه تحاول ان تنفذ لنا المشروع باسرع وقت وايضا تنفذ المشروع بكل تفاصيله اللي خططها ان المستشار الايطالي. طيب شكرا معالي الوزير. اعزائي المشاهدين، اللبس الذي حدث في وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك، معي الدكتور فرحان مدير عام الموانئ.
الدكتور فرحان، يعني الجميع الآن يسأل هل هناك، حسب تصريح من حضرتك، هل هناك فعلا تقليل بأعماق الميناء من 19 إلى 14، وما ما الذي كنت تقصد به؟ سيدي الفاضل، المشروع يتألف، المشروع ميناء الفاو يتألف من مراحل كثيرة، عدة مراحل، وعدد الأرصفة لهذا المشروع هي 90 رصيف. نحن بدأنا بالمرحلة الأولى المتمثلة بإنشاء 5 أرصفة بالإضافة للطريق السريع مثل ما طرق السيد المعالي والأخوة الآخرين. أنا صرحت لأكثر من مرة منذ بدء التفاوض إلى الآن. هناك مستشار إيطالي، هناك شركة إيطالية تشرف على التصميم، وبالتالي نحن ملزمين بتنفيذ ما صمم للمشروع، لا يمكن التنازل ولا يمكن التلاعب بما صمم من أجله هذا المشروع، بما صمم من حيث الكميات والأعماق والأبعاد بكافة تفاصيلها. 19 متر ثابتة؟ العمق 19 متر ثابتة، هناك مواصفات، أنا قلت هناك حسابات اقتصادية لاحقة. أنا حين ما أقول 14 متر كنت أعني البدء بال 14 ومن ثم النزول إلى ال 19، يعني من أجل تدريجي أكيد 100%. الأعماق ال 19 راح تأهلنا لدخول بواخر عملاقة. نحن حينما صمم هذا المشروع صمم بطاقة، نحن حينما ندفع مبالغ مقابل إنشاء هذا المشروع. دكتور سولف سولف عرب، عوفنا من اللغة العربية. إحنا حينما نريد ننشئ هذا المشروع، أنا دائما أتطرق بكل تفاصيل العمل، أقول أنا مدير عام لكن بنفس الوقت تاجر، أحسب حسابات تجارية. أنا حينما دفعت مبالغ من أجل الوصول إلى هذا العدد من الحاويات، بالتالي لازم تكون هناك حجم كبير للبواخر الداخلة من أجل تفريغ أو تحميل الحاويات. المشروع كما عد له حتى يربط الشرق بالغرب، حتى تبنى قناة جافة تربط ما بين ميناء الفاو اتجاه الشمال اللي هو متمثل بالموانئ التركية، وبالتالي فأنا أنظر إلى أكثر مردود مالي، أكثر مردود مالي، وهذا الأمر أصبح إن شاء الله قيد التنفيذ وقيد التواصل مع الشركة الكورية من أجل تثبيت هذه المعلومة. شكرا. العمل مستمر وحسب مواصفة الشركة الإيطالية دون المساس بالمواصفات إن شاء الله. شكرا شكرا. مستمرين وياكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية المباشرة ومن إحدى الزوارق المتنقلة في داخل ميناء الفاو، وراح أصطحبكم يعني أنا والسيد المدير العام، يعني السيد الوكيل من شغل مع السيد الوزير، راح نصطحبكم حتى تشوفون المناظر الجميلة لبوابة العراق الكبيرة ميناء الفاو العظيم. مستمرين وياكم أعزائي المشاهدين. دكتور إذا تسمح لنا خلينا هنا، أحمد طلع لي هاي المناظر. دكتور هسه حاليا أريدك تشرح لنا مع الكاميرا إنه هسه هذا اللي ظاهر بالشاشة شنو؟ هذا الكاسر الغربي. هذا الكاسر الغربي وهذا الكاسر الشرقي. واللي أمامنا هو المدخل، وهذا هو أحمد يبين عندك المدخل. أعزائي المشاهدين هذا هو مدخل الفتحة الملاحية لميناء الفاو الكبير. حاليا احنا في حوض الميناء. نعم في حوض الميناء، في الأماكن أو المكان الذي سوف تنشأ فيه الأرصفة. نعم. طبعا ما ممكن تحديد، هسه احنا في مكان مفتوح ما ممكن تحديد بالضبط، لكن ممكن أقول أنه هذا الاتجاه إلى حين ما يوصل إلى النقطة البعيدة اللي نشوفها. هذه هي الأرصفة اللي باتجاه الجانب الغربي. وبنفس الوقت راح تكون هناك أرصفة باتجاه الجانب الشرقي. عدد هذه الأرصفة مستقبلا ان توتال يعني بالإجمالي 90. يصل إلى 90 بالإضافة للأرصفة اللي راح تكون بمحاذاة البريك ووتر الشرقي أو الغربي. دكتور ما نريد نتحدث بالسياسة، لكن خلي نحكيها طق بطق. هناك شكوك بأنه هناك تمايل إلى دولة معينة، أو هناك تأخير في الميناء اللي في السنين الماضية. أنا شفتك أبو غيرة وحامي على المشروع حيل. والله
والله يا سيدي الفاضل، انا حين ما استلمت مهام عملي اكون صريح معاك، اول شيء عندي طموح اريد انفذه في هذه الشركه. الطموح بدايه هو التحول الالكتروني او التحول بالعمل الالكتروني في مقر الشركه وفي موانئ الشركه. الاتمته سوف تكون بنسبه 100% ان شاء الله خلال السنوات القادمه بعمل الموانئ، وتعرف الاتمته وما تعني الاتمته. نعم. ونحن بدأنا ومن خلال زيارة دولة رئيس الوزراء الأولى من ظهر الفساد اللي كانت بالموانئ، يقلل من الفساد ويزيد من يقلل من تكاليف العمل ويزيد من الواردات. نعم. وتفاصيل كثيرة نعرفها عن فوائد الأتمتة. بارك الله فيك. حينما زارنا دولة رئيس الوزراء، يمكن هاي الحرب الإعلامية صارت بسبب أنه أول شيء سويت الأتمتة. والله يا سيد الفاضل مو فقط الأتمتة. نعم. قلت لك أنا ما خليتني أكمل، قلت لك دولة رئيس الوزراء حينما زارنا مقصود يريد يطلع على انه هناك مشروع في مدينة ام قصر، موانئ ام قصر، سياج امني يضرب طوق امني متكامل مراقب بالكاميرات لهذا الميناء. طيب. سوف نحول هذا الميناء الى حرم. نعم، الى حرم متكامل مسيطر عليه ومراقب بالكاميرات. نعم. بالاضافة الى انه هناك اتمتة داخل الميناء، هناك اربع نجمعها بمشروع واحد لجعل العمل الالكتروني داخل الميناء من حيث حركة البضاعة، حركة السفن. طيب. وحركة الشاحنات. خلينا بميناء الفاو اللي هو انتصار العراق على كل الدول. نعم. دكتور، تعرف الأهمية الكبرى اللي الكل يعرف حتى موانئ الخليج، يعني ممكن أنه تنظار لأنه هذا البوابة العراق العظيمة اللي راح يربط الشرق بالغرب. خلينا بهذه المناظر الجميلة، شو وقت تعتقد انه يتوقع العقد؟ سيدي الفاضل، نحن مصرين ونسوي فرحه هنا، نسوي احتفاليه، نسوي احتفاليه مثل ما حلمنا بيها حقيقه. انا ترى يعني دورات من اتخيل لحظه الافتتاح كون على ثقه ابكي. انيم والله، والله العظيم والله ابكي آنيم. لاكثر من مره يعني تاخذني العبره وابكي لانه هذا الحلم. انت ما خليتني اكمل، قلت لك انا المرحله الاولى من حلمي هو التحول الالكتروني في الموانئ، والمرحله الثانيه هو ميناء الفاو. لهذا السبب خلال هذه الثلاث اشهر اللي استلمت بها مهام عملي صبيت كل جهدي للتواصل مع الشركات الى ان وصلنا الى الشركه الكوريه المنفذه لانه تمثل ما نصبوا اليه من تنفيذ، لانه قدرنا نتواصل وياها الى اسعار متقاربه. كل ما هنالك فتره زمنيه، اليوم بكرة بعد بكرة خلال هذه الأيام سوف نحسم الفترة الزمنية ونحسم التكاليف. نعم. وبالتالي الإخوان الجهد لكادر الوزارة مهيئ بكامل تفاصيله. نعم. الإخوان دائرة العقود، دائرة القانونية، دائرة الفنية، دائرة التخطيط، كلهم متواجدين وعلى رأسهم معالي السيد الوزير. نعم. حتى ننجز ونهيئ كل ما يتعلق بتوقيع العقود. وبالتالي حينما يحسم هذول الأمرين راح يكون إن شاء الله بصمة وتوقيع للبدء بعملية مشروع ميناء الفاو. وراح أقول لك ميناء الفاو يتنفذ. فاو. على الكاميرا، على الكاميرا، على الكاميرا، رجع أحمد بسرعة. راح أقول لك شيء. بس أكد لي. راح أقول لك شيء. توتون. ميناء الفاو يتنفذ. نعم. ميناء الفاو يتنفذ، لو على هذه الركبة ميناء الفاو يتنفذ ويتوقع. وإن شاء الله مصرين مصرين. أنا قلت لك إجيت لهنا بمشروع وطني. والنعم. حينما تكلفت بهذه الشركة تكلفت وقالوا نريد من عندك وحدة اثنين ثلاثة، وأنا سائر بهذا الطريق. هذا وعد. ولن أتراجع. هذا وعد من مدير عام الموانئ. ولن أتراجع. وعد وتحدي. نعم. ولو كلفني حياتي لن أتراجع، لن أتراجع، لن أتراجع. ميناء الفاو يوقع إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة. بارك الله بك. هسا احنا خلي نقول أنا يعني داخلي كلش مطمئن لأن شفت بعيني ودا أشوف يعني الواقع الحقيقي ودا أعيشكم بالمباشر ما يدور الآن. أنا كله مباشر. ليش؟ لأن المباشر هو أفضل وسيلة لنقل المصداقية والحقيقة بدون مونتاج، محترفة، بدون جمالية للكاميرات المتطورة والحديثة. تعيش الحالة وانت موجود. دكتور، حدثني بالصورة الفنية عن الميناء. هذا حوض الميناء، كاسر يسار وكاسر شرق وغرب.
العصير الشرقي والغربي هو اشبه اوصف لكم اياه بهذه الطريقه. نعم بس اعيده. نعم اشبه بالمصدات. اي وهذا الدخول، هذا الدخوليات الايدين هاي حركه امواج البحر. نعم. من الخارج الى الداخل. نعم. سوف تصد في كاسر الامواج. من اسمه كاسر الامواج يعني كسر الامواج. نعم يعني. وبالتالي يصبح يهدئ المي، يهدئ المي، بالتالي يصبح حوض الميناء مستقر وهادئ، وبالتالي تكون عمليات التحميل والتفريغ والحركة، تعرف الحركة محذورة داخل الميناء، مسافات محصورة محددة وسرعة محددة، المناورة داخل الميناء تكون جدا دقيقة، هناك ساحبات توجه، يعني بكل التفاصيل هناك محذورية عالية جدا بحركة السفن داخل الميناء. لهذا السبب يجب أن يحمي الميناء من الرياح بالدرجة الأساسية اللي تأثر على الأمواج وبالتالي تأثر على السفن داخل الميناء. الكاسر ايش قد طول؟ 10 أو 11 سنة؟ طول ما طول، لكن إن شاء الله وصلنا إلى، يعني بعد ما راح نطول مثل الكاسر. لا لا إن شاء الله ما نطول إن شاء الله. بالمناسبة أريد أن أنقل صورة بالأمانة. نعم. إلى أهلي وناسي وشعبي، هناك دعم من قبل دولة رئيس الوزراء ومتابعة حثيثة من مكتب رئيس الوزراء، هناك دعم وتواصل وإشراف مباشر من السيد وزير النقل، هناك اجتماعات متواصلة عبر الفيديو كونفرنس مع كل الجهات ذات العلاقة، سواء كان الشارع الإيطالي، سواء كانت شركة دايو اللي راح تنفذ المشروع، ونحن طبعا على رأس الهرم. كوننا فريق متكامل علمي، فريق متخصص بكافة تفاصيل المشروع حتى نختصر الزمن، حتى نقلل التكاليف، حتى نقلل الفترة الزمنية للإنشاء. اللجنة النيابية، لجنة الخدمات النيابية متواصلين معنا باستمرار، كانت وفوتهم لكن هذه الأيام عندهم اجتماعات، لكن ذيك الأيام موجودين على طول. وأحب يعني أشكر السيد الدكتور وليد السهلاني حينما قال والله يا أخي، بالعبارة الوحدة والله يا أخي، قال راح ننصب خيمة، والله يا أخي لو اقتضت الضرورة أنصب خيمة وأقعد بميناء الفاو حتى أدعمكم وحتى أجعلكم مرتاحين وقادرين على أن تتخذون قرار دون شكرا دكتور. دون شكرا دكتور. حتى لا يكون البث مملا راح نستمر وياكم بالتغطيات اليومية على ميناء الفاو، ويتنفذ يتنفذ بإذن الله وغيرة الطيبين وقوة الغيارة. شكرا للسيد الوزير لزيارته لميناء الفاو، شكرا لاهتمام الشعب العراقي بهذه الغيرة والحمية، فرحانين والله فرحانين بهذا الدعم، واستمروا استمروا استمروا بحملاتكم لحين تنفيذ آخر رصيف بالميناء وننتصر على كل أعداء العراق. شكرا أحبابي.